والله نشكر دائرة التقاعد لأن الموظفين بها يعملون بصورة صحيحة، وخاصة المعاون المدير أستاذ أحمد وما يقصر. والموظفين والله ما شاء الله اليوم ما ازدحام ويمشون المعاملات، بس أنا عندي شكوى على دائرة النفوس، نفوس الموصل. يعني اتصل الشباك، أنا بالنسبة لي 3 مرات وصلت الشباك وما مشاني، والله العظيم 3 مرات وصلت الشباك. بس لا الحمد لله أنا دائرة التقاعد يمشون. والله عندي كتاب أريد آخذه لمؤسسة الشهداء، أنا والدي شهيد. فأريد آخذ الكتاب على مؤسسة الشهداء. إيه خلصت الحمد لله، بس آخر شباك باقي صادرة وأخلص إن شاء الله. والله مليح، بس هي الزحام زخم عليهم. والله عندي مال بنتي من شهر 12 ما مستلمه، رحت برمضان على بغداد على المصرف الرشيد، رجعوني قالوا جددي الهوية، أنا عام الأول عملت الهوية. والله وصايمة ورحت وجيت يعني هلكت، والله سهلوها علينا الأمور يعني ما يصير هيك شيء، نحن مع نروح ونجي وتكسيات وبيتنا بعيد، هاي 3 أيام، أنا من بالعيد ليسع، رحت جيت مع العسكري قالوا تعال من المدني. والله ما شاء الله حيل زينة. ومتعاونين معانا الموظفين درجة أولى. والله يمشون حيل الشغل حيل زين. والله معاملتي تحويل راتب اول نهار اليوم، بس انا صار لي فتره بالنفوس ما طلعت الهويات الا ما بدلتن وتوني راجعت تقاعد هنا. والله حيل زينين. والله حيل ماكو ازدحام، مو مثل النفوس ولا مثل والله هي لحزماجي المدني، القرص لحزماجي. قرص المدني لحزماجي. والله طالب شويه يسهلون بنك، ولو بس يجيب الموصل هنا بنك ماكو. بس علي يجي متراكمه ما يستلم من هنا الا على بغداد يروح. والله دائرة التقاعد الحمد لله سبحانه وتعالى تعامل الموظفين من المدير وهي نازله جيد جدا، باحترام وترتيب ممتاز الحمد لله والشكر لله. والله عندنا معامله مال اخويا مال متقاعد والحمد لله يعني تمشيته جيده جدا، يعني الناس متعاونين والناس يعني لاخر درجه من الالتزام بالتعليمات، لا جيد جدا، يعني ما تقف لك 5 دقائق، اذا وقفت لك 5 دقائق ما متعبه للانسان، 5 دقائق تقف لك يمشيك، يعني ما اعتقد هاي مشكله الانسان. والله نطالب شويه الموظفين قله، يعني قلتهم يعني كثره لو كثره بعد عسن، قلتهم الانسان يعني تعبانين لاخر درجه، لكن في سبيل المواطنين يتعبون لاخر درجه، بس شويه لولا بعض يعينون بعض الموظفين. لا ماكو ازدحام، كل زين. السر هذا يمشي. تعامل الموظفين جيد جدا. والله اول يوم اجي. صار لي 20 سنه ما جاي هنا. متى اللحظه اول يوم دا اجي. تم اطلاق راتب المدنيين. متقاعدين المدنيين، وحاليا قام السيد المدير بإرسال وفد إلى بغداد، وذلك لغرض إيصال البريد الخاص بالعسكريين الذي تم إنجازه في وجبة تموز، وحاليا نحن بانتظار وصول القرص المدني الخاص بالمتقاعدين المدنيين لإكمال إنجاز معاملاتهم. بالنسبة لدائرتنا نحن الحمد لله والشكر دائما عندنا توجيهات من السيد المدير، وحتى يعني نكون بالصورة واضحة نحن علينا إقبال كبير وعلينا مراجعات كثيرة، يعني عوائل الشهداء، عوائل المتوفين والمتغيرات اللي تطرأ على الراتب التقاعدي. دائما توجيهات السيد المدير نخلي المتقاعدين وأسر المتقاعدين والشهداء بين عيوننا يعني. ونحن كادرنا ودائرتنا أخذت عهد على نفسنا إن شاء الله أن نخدم هذه المدينة لأنها فعلا مدينة تستاهل أن نخدمها، وإن شاء الله بجهود يعني بفضل رب العالمين وبجهود السواعد المواطنين طبعا بالتعاون مع المواطنين معنا والموظفين غيرين ان شاء الله نعيد وننهض بهذه المدينه. عندنا ارباكات بالعمل، طبعا الارباكات اللي موجوده عندنا بالعمل يعني مثلا عندنا نحن اثبات الحياه هذا راتب يتوقف من بغداد، فمرات يجونا المراجعين احنا كنا سوينا جدول وكنا اعلنا عليها وكنا اعلن عليها السيد المدير اكثر من مره عن طريق قناتكم وعن طريق الراديو بأن المراجعة عليها يوم الاثنين والخميس، مرات يجون المراجعين ما بهذا الموعد، فنحن نقول لهم خصصنا يومين اثنين وخميس حتى نستلم المعاملات وباقي أيام الأسبوع ننجز المعاملات، فمرات يصير تضجر مثلا من قبل المراجع أو يقول لك أنا جيت ونحن إن شاء الله ما نقصر وياهم، وعندنا أخبار كل سعيدة وجيدة إن شاء الله
أتمنى أن تسمعوها من قبل تصريح السيد المدير بخصوص الشهداء وضحايا الإرهاب، لأن يعني السيد المدير ذهب إلى بغداد قبل 10 أيام وكان له مقابلة مع السيد رئيس الهيئة وانطى تعليمات عن ضحايا الإرهاب، وإن شاء الله إن شاء الله راح يبشركم السيد المدير بهذا الموضوع. رسالتنا للمواطنين نقول لهم يا مواطنين نحن بخدمتكم ونحن جايين نخدمكم، بس سبحان الله نحن نبذل كل ما بجهدنا بس قادرنا قليل، وإن شاء الله إن شاء الله وتعرفوا متقاعدين بازدياد مستمر، يعني رواتب بازدياد مستمر، فإن شاء الله إن شاء الله إذا حصلنا نحن راح نبذل كل جهدنا، يعني إن شاء الله ما نقصر وياهم، بس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني نحن إن شاء الله كل واحد بينا أقصى طاقة عنده إن شاء الله يبذلها.